تحياتي لكم جميعا، دكتور محمود معكم. فترة الصيام، فترة الامتناع عن المشروبات أو المأكولات، بتؤدي لشعورنا بالشبع بالعطش وشعورنا بالجوع في الفترة هذه. هلأ موعد الإفطار بنكون جاهزين لاستقبال الطعام، وأول ما نأكل الشوربة أو نشرب المي بنشعر في ارتياح وفي طاقة وفي همة إنه خلص خلصنا موضوع الجوع، فشبعنا وأخذنا طاقة وبلشنا حياتنا ونشاطنا بعد موعد الإفطار. طيب هلأ الموضوع العطش وموضوع الجوع هو موضوع ينظم من الجهاز العصبي ويشعرنا انه في عطش وفي جوع اللي ناخذ هالطعام هذا. بس الطعام هذا اول ما ناخده في ثمنا كأكل حيقعد ساعتين يا دوب في المعدة لإتمام هضمه، ومن ساعتين لعشر ساعات او ثمان ساعات في الامعاء الدقيقة لاستكمال عملية الهضم مع العصارات الهاضمة من البنكرياس وعصارة المرارة لعملية امتصاصه للدورة الدموية. يعني في عنا عشر ساعات عبين ما نمتصه وناخد المواد الغذائية اللي بتعطينا هالطاقة اللي نقدر نتحرك، مش بعد الفطور بربع ساعة. طيب من وين بتجينا هالطاقة هذه اللي بنشعر فيها إذا بدنا عشر ساعات نحصل على الطاقة من الأكل اللي بدنا نأكله، ما عدا طبعا ما عدا الفواكه أو التمر والمياه يتم امتصاصها بشكل بسيط من السكريات اللي موجودة مثلا في التمر، ثلاث حبات تمر مع كاسة مية وبعد ربع ساعة الأكل، هذا اللي حيعطينا الطاقة. بس هذه الطاقة مش هيعطينا لجسمنا ان نتحرك ونكون في فعالية افضل بعد الفطور. هذه الطاقة هتكون كفاية لتحريك الميكانيزم والحرق في الجسم، لانه الجسم لوحده بصير يستغل السكر اللي موجود داخليا في داخل الدم في داخل الخلايا لإنتاج الطاقة اللي هذه بنشعر فيها انه شعرنا بالراحة وبالطاقة بعد عملية الإفطار، لأنه الجسم عارف إنه أكلنا أفرزنا إنسولين، أول ما نشم الروائح بنفرز الإنسولين.